كما كنا نتابع لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة تقف على عديد النقائص بالمؤسسات التربوية. أسعد باستضافة السيدة رئيسة المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة السيدة نجيبة جلالي. صباح الخير سيدتي الفاضلة. صباح النور، شكرا على الدعوة. وشكرا أيضا على تلبية الدعوة. مباشرة ننطلق في صلب هذا الموضوع. قلنا خرجات كانت ميدانية، منذ متى بدأت هذه الخرجات التي من خلالها وقفتم على النقائص الموجودة في المؤسسات التربية؟ هل كانت يعني مؤخرا نتكلم على مثلا شهر شهرين قبل دخول المدرسة، أم بالعكس كانت عندها مدة طويلة؟ نعم، الو حنا كيما مثلا هذه المشاريع ولا كيما يقول لك ملف الدخول المدرسي وعمليه يتم تحضيرها من قبل. مثلا حنا من تاريخ تنصيب الهياكل تاع المجلس الشعبي الولائي في 13 جانفي 2022، معناتها مده 8 اشهر كل لجان هما 9 بما فيهم لجنه التربيه كانوا يخرجوا في الميدان، كنا نشوفوا انشغالات المواطنين، كنا نداولوا قبل ما حتى ولا كانت هنالك مداوله اللي كانت هنالك كانت تخصيص الاضرفه للبلديات الفقيره على مستوى العاصمه ولتذكير بلدية العاصمة الفقيرة التي تحتاج الدعم من طرف الولاية اللي هي 21 بلدية، معناتها كل انشغالات المواطنين لابد اللي نقدموها لهم من طرف الولاية عن طريق مجلس الشعبي الولائي. وبذلك كانت هنالك كي كنا نخرجوا في الخرجات الميدانية هذا 8 اشهر اللي فاتت، كنا نشوفوا باللي كانت هنالك عدة نواقص على مستوى البلديات، كنا نتواصلوا مع رؤساء البلديات، كنا نخرجوا يدونا إلى المدارس، إلى الأحياء الشعبية اللي كانت تحتاج إلى كما تقول لك زيادة في الاقسام، اللي كانوا يتكلمون على الاكتظاظ، على مشاكل النقل، على هنالك النقل الحضري اللي كان تقضي هنالك نقل هنالك نقل مدرسي، لكن المشكل الثاني يكون شنو؟ يكون لك الاكتظاظ، معناتها ما يقدروش يوصلوا الى المدارس، وخاصه في الاقطاب الجديده السكنيه اللي كانت ترحيل خاصه في هذه 3 اشهر الاخيره. وحنا كي قمنا هنالك كان تسجيل ملفات تاع المشاريع، تمت كما يقول لك اما اعاده تهيئه مدارس جديده، وحنا كل والان معناتها في اللمسات الأخيرة وهي عملية تفقدية لاستدراك بعض النواقص، لأن احنا هذا الملف هو ملف استعجالي كما يقول لك دخول مدرسي التحضير إلى آخر دقيقة. وكما كنت رافقت لجنة التربية كانت في الخرجة الشرقية، كانت هنالك مدارس، كان هنالك الحمد لله كانت أمور، وكان أمور الأخرى إذا على مستوى البلديات يقدروا يقوموا عملية تصليح الأمور ولا إذا يقدروا اللهم بارك، إذا ما يقدروش احنا لازم ناخذوها مباشرة لأن هذا الأمر استعجالي وهذا أمر أساسي. طيب شكرا. يعني اليوم سيدة نجيبة قلتي على أنه بقيت بعض النقائص، هل هي فعلا يعني بعض النقائص أم يعني النقائص اللي ممكن أنه استدراك الأمور وتصليحها وهذا ما يأخذش وقت، أم بالعكس هي نقائص توصف يعني معقدة نوعا ما وممكن إلى غاية الدخول المدرسي يمكن أنه هذه المشاكل ما تتحلش؟ نعم، هناك ما يقولك كان هنا الحالة اللي تقدر تستدركها في اليوم نفسه كان يقول لك تاخذ مده قصيره، كان تاخذ لك مده، كان كما يقول لك كان مدارس توصيه مباشره غلقها لي، ما نقدرش يدرسوا الاطفال في هذيك الحاله. وقفتوا على هذه الحالات؟ كان هنالك تقارير من لجنه التربيه على كل الحالات، لكن هذه كانت من كما يقول لك من هذيك الحالات كان هنالك عمليه اتمام عمليه الترميم اللي كانت هنالك اخذت عمليه التاخر. وما ننساوش باللي احنا وباء كوفيد كورونا اللي كانت عطل اكثر من 9 اشهر عمليه سيروره المشاريع، معناتها الملفات اللي كانت مسجله في السنه الماضيه على امان طوال السنه خطر على بالك كان هنالك نوعين، كان مدارس جديده ما وجدتش وكاين مدارس عمليه الترتيب الترميم تتم في مرحله العطله. نعم الترميم معناتها عندك شهرين 3 اشهر. كاين هنالك حالات وين يقول لك عملية التقدير هذا عملية غير ترميم، كي تروح تشوف تقول له ما تصبغليش الحيط وتلبسه لي، لازم تعاود دير كي يقول لك بديت شقة كبيرة ولا تولي عملية خطر. وهذا الأمر كما يقول لك نشكروا توجور الجماعات المحلية مثل البلديات الوالي ولا المنتدبون اللي راهم واقفين على هذه الأعمال، كما يقول كما الإدارة حنا واش مليح كما نقدروا نقولوا على مستوى العاصمة أن المنتخبين وهذا هو اللي نحت 1042 منتخب على مستوى العاصمة كما يقول لك من البلديات والمجلس الشعبي الولائي نقولوا باللي لازم نتعاملوا مع الاداره ونتعاونوا لان ما ننساوش السنوات سنتين اللي فاتوا كانت هنالك عده نواقص، تاخرت عده امور كما يقول لك اللي كانت عندك شقه ولات لك حاجه كبيره يقدر تروح لك لهذه. انا هضرنا غير على الملف الدراسي ما نقدرش نقول لك على كل الملفات اللي رانا شادينهم كلها لينا راهي لك عمليه استعجاليه. ولذلك
كي نتعاملوا لازم نتعاونوا مع الاداره، هما يقدروا يكونوا لاحظوا امور يمدوا لنا تقارير، حنا ثاني يمدوا لهم تقارير، اما يتحل على مستوانا نحلوا، اذا يتحل على مستوى الاداره لازم تحلوا الاداره، اذا يكون على مستوى لجان مشتركه وهذا لا نقوم فيها. ونشكر رئيس الجمهوريه كي زاد عاود دعم المجلس الشعبي الولائي بهيئه تنفيذيه وهو تحت رئاسه رئيس ولي ولايه الجزائر، وين كشخصيا راني معاه في هذيك الهيئه، يكون فيها تمثيل كل الاعضاء الفعالين في كل القطاعات، معناتها كيما يقول لك اون سوليسيون في هذيك الدقيقه، وهذا هو الاهم. اليوم قلنا على انه نقائص او ترميمات وتهيئه وما الى غير ذلك كانت المفروض انها تتم في هذه العطله. نعم. فتره العطله الصيفيه دخول المدرسه يعني ما راهوش بعيد بزاف، الا انه هناك بعض المدارس ترميمات فيها مازال ما خلصتش، يعني بما انكم خرجتوا للميدان ما هي الاسباب اللي خلات تتاخر هذه الترميمات؟ يعني احنا كما نقولوا كاين مرحلتين، كاين المراحل الاداريه مثلا كما يقول لك الصفقه انها تتم عن طريق صفقه واحترام الاجراءات ككل، يقدر يكونوا ما كاش كما يقول لك اللي يقوموا المقاولين اللي يقوموا بعمليه الترميم، كل حاله بحاله، كاين كما نقولوا ما نقدروش نطبقوا حاله بحاله طبعا. انا المهم كي نروح نشوفوا، انا خرجنا مع مدير كما يقول لك الولي المنتدب، رؤساء البلديات، ممثلين المديريه التربيه الشرق وسط وغرب، كي يشوفوا عمليه نتوصلوا الى نتيجه مباشرة، كيقولوا هذه المدرسة لا يمكنها أن تكون هذا الدخول هذا في سبتمبر ما يقدرش تشد، لازم تكمل عملية الترميم، يتم تشوفوا حالة تاع نقل التلاميذ، كما يقدر يقول لك في الأسبوع اللي رانا بعملية الضغط على الخروج هذا الميداني يدير الضغط على المقاولين يكملوا الخدمة ليل ونهار، وهذا هو العمل، أنا ما تجيش تخدم لي 8 سوايع، أنت راك التزمت بتاريخ فلاني تسلم لي الأمر لازم تسلمه، هذا ماشي ليا هذا المصلحة العامة. لما يكون فيه خروقات هكذا لانه تسمها خروقات وعدم احترام الاجل، نعم يسبب ضرر الى كل كما يقول لك سي تونشان كما طبعاً. يقول لك حنايا الدخول المدرسي حيولي على الاولياء على التلاميذ على المدرسين، كما درك يقدر تسب مدارس مازال ما كملوش عمليه الترميم عند المدرسين مازال ما دخلوش على الدخول كانت في بدايه سبتمبر للاساتذه، هذه الامور كلها لازم استدراكها، وهذا الامر اللي رانا نتابعوا كما يقول لك ولينا كما يقول لك عمليه لجنه خاصه للمتابعه، راهي شفتوا لجنه التربيه كانت دارت المعاينه، دارت عمليه على مستوى 57 بلديه، المدارس اللي لازم يتبعوا، الاموال والنواقص وين حنخصصوا الاضرفه، هنالك امور استعجاليه لازم استدراكها هذه الايام. نعم. وتبينت لهم في اخر دقيقه، خي يقول لك كيت كل مره تعاود جوست تبان لك امور وهذه هي لم يقوموا فيها. يعني لم كيما نعاود نولي لنفس النقطه، لما يكون فيه تاخيرات هل لجنه التربيه ترفع تقرير الى جهه ما؟ ما هي الخطوات اللي تقوموا بها؟ كما مثلا هما خرجوا خرجات ميدانيه توصلوا الى مثلا لاحظوا عده امور قدموا لي تقرير، انا التقرير هذايا معاهم حنشوفوا لي من نبعته اسكو نروحوا الى مباشره مديريه التربيه لانه قرار مباشر او نحولوه الى الولي ان هنالك تدابير اخرى لابد من تدخل الهيئه التنفيذيه على مستوى من الهيئه التنفيذيه على مستوى الولايه، وخاصه هذه الامور ككل راهي توجهت كلها الى مديريه التربيه على اساس توصيات هذه المدرسه ماهيش جاهزه، الاكتظاظ تصيب مثلا عمليه الاقسام، تشوف كما كان هنالك كان مقترح على مستوى عده بلديات وين يقول لك ماذا بيا المطعم مازال ما بداش قسم نكملوا عمليه الترتيب نستغلوا المطعم، هذه عمليه كما يقول لك مومونتاني سي با اون سوليسيون، هذا ليس حل، وهذه الامور احنا ما نحبوش هذيك تاع ستيل حل شكلي وانما حل في العمق، لان اليوم انا كي تقول لي قسم لازم يكون فيه التدفئه التهويه راهم اطفال لازم، وخاصه انا نقول انا مانيش نهضر غير على المدرسه الابتدائيه وخاصه هما اللي راهم ديك نهضروا بزاف عليهم، المتوسطات اللي راهم ليك بعاد بزاف وتصيب كما يقول لك كاين هنالك مدرسه ابتدائيه وتصيب قريب 9 كيلومترات على متوسطه وتصيب هذه الامور هذه اللي راهي ليك ولات لنا ضغط لازم نصيبوا حلول، وحنا في العاصمه عندنا مشكل اخر هو اللي وعليه نقدر نقولوا بلي ناقص المدارس والعمليه ان عندنا نقص العقارف على مستوى العاصمه، كي درك نشوفوا الاقطاب الجديده السكنيه هنالك مخطط لوضع المدارس، لكن كما يقول لك تسبق عمليه الاسكان عمليه تحضير كي تشوفوا بلي كانت دائما وحده غوتار دو سي يا غوتار، هذا هو لو غوتار اونتر طون، مثلا يحل قطب اخر سكني
اللي راهم ليك ولات عمليه الاكتظاظ، معناتها احنا نسرعوا على عمليه حتى وتكون في اوكور دو لاني يكون عمليه فتح هذه المدارس. من لوت كوتي فو ساسيغي كو توت لي زيكول، باسكو اليوم ان 2022 انا ما نقدرش نسمع بلي ان اونفون صغير يمشي لك اكثر من 10 كيلومترات باش يوصل للمدرسه. وللاسف هذا مازال واقع، يعني في المدن الكبرى ما ادراك يعني بمناطق الظل والولايات الداخليه. في العاصمه دائما كاين مناطق الظل، وهذا هو الدور تاعنا اللي لازم نخدموا كل نتوحدوا باش كيما قال رئيس الجمهوريه لازم كامل رانا متوازنين، حقوقنا كامل راهي متوازنه، اللي كيما يقول لك في الشمال والجنوب عندك متوفرين نفس الشروط، نفس الامور اللي تقدر تعيش، تحس روحك كجزائري. هذه هي الحمد لله. فيما يخص قضية الإطعام وكذلك النقل، هو تقريبا يعني ككل سنة تعتبر من بين النقاط السوداء. نعم. وحتى التدفئة في فصل الشتاء. نعم. هل هذا الأمور تم أخذها بعين الاعتبار وكذلك أخذت نفس طابع الاستعجال أيضا؟ وهذا هو اللي كانت على دفتر الشروط، تهيئة الترميم يكون بوضع التدفئة، تهوية المطاعم، وخلصنا ثلاث أضرفة، أضرفة لترميم المدارس، أضرفة الإطعام وهي ظرف مباشر يروح الى الجماعه البلديات يقدر باش يوفروا الاطعام. كان هنالك مدارس وين عندهم مطبخ خاص يحضر، يقدر مطعم يحضر لمدرستين، ان المهم كل الاطفال عندهم الوجبه الغداء تاعهم على مستوى البلديات بالاضافه الى ظرف يكون الى النقل المدرسي. معناتها احنا كلمه الدخول المدرسي لا نقدم مثلا لكل بلديات كمعظمها من غير 21 بلديه اللي هي فقيره، يعني راهي لك تحت لازمها من طرف الولايه كحنا نقدموا لها الدعم المالي في كل القطاعات. كثير من البلديات نقدم نقول لهم مثلا ايجار وسائل النقل الى حال تتحصل على وسائل النقل المدرسي. معناتها احنا على الاقل نقدموا ثلاث اضرفه، الاطعام، تهيئة الأقسام، وتوفير كل الوسائل بالإضافة إلى النقل، وهذوما ثلاث ملفات يكونوا بثلاث أضرفة خاصة. بهذا الإطار بحديثنا عن البلديات. نعم. الفقيرة، نعلم على أنه كما قلنا عديد البلديات الفقيرة والغير الخالقة للثروة. اليوم كل ما تعلق بتهيئة المدارس الابتدائية والنقائص يقع على عاتق البلدية، يعني هذا أكيد راح يزيد لها عبء. في مثل هذه الحالات هل هناك مثلا بلديات راسلتكم من أجل التدخل، من أجل تقديم المساعدة أو توفير أضرفة مالية حتى يحقوا يعني دخول مدرسي؟ هذه حقيقة ودولي واقع. دوش نشكر دائما المنتخبين المحليين، كي كنا نخرجوا في الخارجة الميدانية يحضرنا على إن بروجيكسيون على 9 أشهر على سنة حاجيات تاعو، وهذا واش كنا مثلا كي يهضر لي عدد الاضرفه. احنا اليوم نقدروا نقولوا بالنظره الجديده للجماعات المحليه لابد ان تكون تخلق الثروه تاعها لتوفير الخدمات، يعني لوتونومي تاع كل هذا. وهذه الاستراتيجيه تاعنا احنا مستوى المجلس الشعبي الولائي، اون اكومباني لي كومين باش يكون عندهم مشاريع اقتصاديه اللي هي تولي لهم مداخل باش يعاودوا يولوا بلوز ايكيليبري. وهذا واش تعهدنا مع البلديات، انهم اليوم نقدم لك اموال، كل الاستعجال تاعك وكل ملفات تاخذها على عاتقها المجلس الشعبي الولائي الولايه، لكن عندك وقت ادرس، رانا هنا لجان وكمل عندنا 9 لجان في التربيه، الصحه، الاستثمار والتنميه، التشغيل، السكن، لجنه التربيه، لجنه الشؤون الاجتماعيه والثقافيه، هادو كل لجان واش يقوموا راهم لك على في التواصل مباشره مع المنتخبين وعلى المجالس المنتخبه، وراهم يتابعوا واش يقدروا يكون عمل على الاقل مصدر مشروع اقتصادي على مستوى كل بلديه باش تعاود تولي في ايكيليبري. ما ننساوش باللي ما نقدرش نقول لك باللي حتى كما يقول لك لو سالير تاع لي زومبلوي تاع لي كومين راهو ليك على شارج تاع لا ولايه، لان هاد البلديات حتى لعب اليد العامله على مستوى الموظفين تاع البلديه ما يقدروش يوفروا الاجر تاع الموظفين. يعني كي تشوفي هذا معناتها كل الوسائل لي زانفراستركتور على مستوى البلديه على عاتق الولايه. كي تكون عندك منتخب متفطن او فاهم انشغالات المواطنين راهو اللي كيتواصل يقدم لك كما يقول لك الطلبات الحقيقيه. تشوفي من بلديه فقيره ما تفيقي لهاش،
تقولي لي هذه راهي لك وعليها راهم لك بيطه وكاين بلديه تصيب بها متوسطه بصح وعليها عندها استراتيجيه في جهه على جهه تقول لك هذه ما عندهمش دراهم ولا ما يعاونوهمش حتى وعليه مع كما يقول لك مازال ما دخلنا في الميكانيزم ما ننساوش بلي عندنا اقل من 9 شهور من التنصيب لكن الحركيه وطبيعه الانتخاب تاع هذه المره اللي كانت هنالك مباشر عن طريق حمله كانت هنالك مباشره عندك انشغالات المواطنين نقلتهم معك الى المجالس المنتخبه وهذه كما التوصيات على انه يكون على الاقل يومين استقبال المواطنين على الاقل في الاسبوع معناتها كان هنالك تواصل مباشر مع استعمال شبكه التواصل الاجتماعي اللي تمد كما يقول لك الاخبار جماعات المحليه واش كاين من الطرف الاخر كان هنالك يقدموا المواطنين انشغالات تاعهم كان هنالك كما يقول لك ولات اقل ما كاش بروتوكول كبير كما من قبل اليوم راهو رسميه وما الى غير ما حنا اليوم انا مجلس شعبي ولائي يقدر يقول لك مجلس شعبي واش خرجوا واش عنده يخي يوصلوا الملف ويداول لا حنا الفضل يكونوا على سوغ لو تيران نتواصلوا مع المواطنين مع المنتخبين يحسوا المهم المنتخب يحس روحه ماهوش وحده كما يقول لك المسؤول الاداري المحلي من ولات منتدبين واداريين ما يحسوش روحهم وحدهم انا هنا نتكاملوا ونتجانسوا بان شاء الله في خدمه المواطن ان شاء الله في الاسبوع هذه الخرجات هل هي طيله الاسبوع وكم مره في الاسبوع هل مثلا تكون طيله اليوم اعطينا تفاصيل اكثر حول شوفي انايا كما يقول لك عندنا احنا استقلاليه على مستوى المجلس الشعبي الولائي عندي المنتخبين هما بعدد احنا رانا 55 اللي جان كم يحبوا يخرجوا انا يجي وين يقولوا لي وفري لي الشروط نوفر لهم الشروط وخرجوا كيما اللجنه راهي اللي طول الاسبوع راهي في الخارج انا ثاني لجنه التربيه راهي هذا الاسبوع ما مسخرنا كامل المنتخبين قالوا لي احنا كامل نروحوا لجنه التربيه انشغالات كامل يعني اوني توس دي بارون ولا كامل انا عندنا هذه لورجونس خديناها بعين الاعتبار لانه الحدث اليوم هو تربوي وانا نتبعوا ما هذيك كما يقول لك لي سونتر دو فورماسيون اي تو اسكو مجهزين كما يقول لك التكوين والتعليم اساسي لازم كما يقول لك ما نقدرش اليوم انا طغيتني عمري كي شفت فل في الزنقه مازال ما يروحش المدرسه عنده ظروف اجتماعيه ولا ما نتعاونوش كما يقول لك نعالجوا هذا الظرف باش يقدر ما يكون عندنا التعليم باطل عندنا كلش امور الحمد لله يعني ما يقدرش واحد يقول لك ما عنديش جو بي با اكسيدي على ليدوكاسيون سوف اذا ما توفرت الشروط الوغ نعالجوا هذه الشروط باذن الله كذلك هي صورة متكررة دائما بالنسبة للشاليهات التي تستعمل كقاعات التدريس أكيد وقفتوا على هذا الوضعية في العديد من البلديات هنا وشنو هي الخطوة المقبلة أو هذا الانشغال لمن قلتوا نتحدث عن ذلك حكيت لك على العقار نعم عندنا مشكلة عقار كي كانت هنالك بعد عملية الزنزال في العاصمة تم تنقيل أصحاب المنطقة الشرقية إلى مدن أخرى ولات فيها كاكتظاظ هذه البلديات ما الأراضي قد يكون تاع البلدية تاع مؤسسة أخرى داروا شاليهات اليوم رانا نبحثوا كما نقول لك العقار لازم تكون ملكيه الولايه او البلديه او تتنازل عليها نشوا على مديريه املاك الدوله باش نقدروا نحرروا المشروع نبداو المشروع ونسجلوه معناتها اليوم رانا نحوسوا على اوعيه عقاريه باش نقدر ندير نبني المدارس لكن كي تشوف بلي عندك وعاء عقاري ما كاش في بلديه او ما عندكش الملكيه تاعو ما تقدرش تسجل مشروع تبني مدرسه او اخرى فلهذا تصيب هذه حاله الشاليهات وحنا هاد الان لينا نخدموا عليها باش تنقضيو عليها والاساس تاعها انك تحصل على ملكيه عقاريه في على مستوى هذيك تلك البلديه لتسجيل المشروع لقيام بمشروع بنايه مدرسه وهذا هو الحالات اللي كان هنالك عديد من الشاليهات لان هذاك الشالي تصيبه دي فوا ما هولكش على تابع للمؤسسه للبلديه او ماهوش مخصص يقدر يكون مام بطبيعه شفتوهم بزاف ممكن مستثمرات فلاحيه الوضعيه تاعهم غير مستقره لان هنالك اشخاص هذيك المستوى تحولت الى مواقع سكنيه لكن الاكتظاظ حتم انه يفتح على هيئه تاع تدريس ما خلوش الدراري هكذاك يضربوا لك 10 كيلومتر باش يمشوا من مدرسه لمدرسه هاد الامور اللي حالات اللي كانت راهي لك متكرره بزاف كذلك في نفس الامر بتفوش تفضلت به الان وبالنسبه كذلك المواقع السكنيه الجديده اللي ما فيهاش مؤسسات تربويه هذا طبعا يفتح كذلك قضيه واشكال النقل نعم. كيف يتم التعامل مع ذلك هل اليوم الحظيره الوطنيه مجهزه ب يعني حافلات تكفي لنقل هؤلاء التلاميذ
هنا كل صيف هذه على مستوى الولايه والجمع على مستوى الليسي معناتها الولايات المنتدبه، كان هنالك عمليه رصد عدد السكان، ما نساوش ايضا كان عمليه الاحصاء لحتى لتنطلق هذيك ثاني حتى زدت كما نقول لك اون سيبل لي ريجيون. لحد الساعه عندنا المواقع وين راهم لك الوسائل اللي تم طرح الاوليه اي توسا، عندنا يقولوا لك ديجا عمليه تسجيل التلاميذ تاعهم ولادهم عندنا في مدرسه فلانيه عندنا العدد، وعلى مستوى المدارس عندنا عدد التلاميذ اللي راهم ليك والاقامه بلا ريزيدونس تو شهاده الاقامه عندنا وين راهم ليك، هذه انا مخصص لهم وسائل النقل، واذا تتوفر نزيدوا اخي قلت لك نقوموا بعمليه ايجار وسائل النقل لتثبيت العدد النهائي. ونعاود ناكد بلي ان هنالك الوحدات السكنيه الجديده كان هنالك تاخير في استلام المدارس، هذه اللي حالات اللي اكدت ولات هناك اضطرابات على وحدات اخرى مقاربه عليها مقاربه. وفي مثل هذه الحالة التقرير والانشغال من أي جهة يرفع بالضبط؟ على مستوى نقول كما يقول لك انشغالات تاع المدارس أو نقل المدارس نقل المدرسة فيما يتعلق بالمؤسسة بالوحدات السكنية اللي ما فيهاش مدارس تربوية. هنا من تاريخ استلام الوحدات السكنية كان هنالك الهيئة التنفيذية تاع مجلس الشعب الولائي اللي كانت هنالك التابعة اللي تحت رئاسة رئيس الولي ولاية الجزائر، كنا نتابعوا جو كم الفعالين المقاولين طبيعة أصحاب الوحدات يعني توت سي فورمول سكنية اجتماعية تساهمية إيجارية، كانوا يجتمعون درسنا العدد هل توفرت المدارس؟ لماذا؟ لا، معناتها كل توت لي زانفراستركتور اسكو راهم واجدين؟ ايه ولا لا؟ لا، وهاد الامور اللي من الاول على بالنا باللي راهم كيفاش حيوجدوا رانا نتابعوا فيهم عمليه الضغط تقول له وكيفاش توجد؟ وعلى هذه الخرجات نتبعوا على بالي باللي خرجوا راحوا شافوا كما يقول لك حي الحي الاخر راه واجد، بصح مازال ما راحش وجدت المدرسه لازم تروح تشوف وكيفاش اسكو حتخرج في الوقت، كان لما يقولوا لك نسلموهم يوم هذا كما يقول لك 18 في هذا الشهر، نسنا هذا 18 هذا الشهر، نعاودوا نروحوا الوحدات اسكو سلمتها؟ لا، لان اليوم وجهنا الاولياء الى مدارس اخرى بعمليه الضغط على اتمام المشاريع على هذوك الوحدات. وفي حاله ما اذا لم تكن فيه اتمام للمشاريع انها عمليه اشهر. نعم، يعني ما يكونش في عقوبات قانونية، كان هنالك إجراءات إذا تحب نبدو لك الحلول القانونية راهو في دفتر الشروط تاع المشاريع، معناتها التأخير، طبيعة الدفع، الغرامات التهديدية، هذه الأمور كلها تدخل في دفتر. يعني منصبك أستاذة يعني أكيد من الجانب القانوني راح تعطينا تفاصيل أكثر. طيب نتحدث بالنسبة للجنة المالية. نعم. توفير الأغلفة والأدرفة المالية، هل لما يكون فيه توفر يبقى نفس المبلغ أم ممكن أنه يتغير حسب متطلبات كل بلدية؟ نعم، هذه حقيقة احنا ما نقدرش نمدلك ظرف مالي لكل بلدية مباشرة، هنالك مشاريع مخصصة تسجل على كل بلدية، مثلا تهيئة مثلا ملعب جواري، مدرسة، طرق، كما يقول لك عدة مشاريع، وهذيك اللي يتسجلوا على مستوى هذيك اللي يتمدوا، معناتها كل ظرف نسجلوا في كل بلديه لجنه الماليه تسجل لك في الحساب هذا لبلديه فلانيه المشروع في فلان، المشروع في بمبلغ محدد، لا كما يقول لك سي با ستاتيك، يتبدل من مره الى مره لان هنالك كما يقول لك المخطط لافيش تكنيك اللي تقول لك باللي شحال المبلغ الدراسه الاوليه ومن بعدك تلونسا للدراسه وكل الاجراءات، معناتها الظرف الاساسي نحدده بعد ما يجيني يقول لك المبلغ اللي حيكون للمشروع الفلاني. شكرا. حتى نتكلموا ايضا على جهه اخرى تماما ونقاط اخرى هي استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، هو يعني اشرنا اليها قبل قليل، هل اليوم بهذه الخرجات لما يشوفكم شوف المواطن على انكم في مواقع التواصل الاجتماعي هل هناك مثلا انشغالات من طرف الاولياء او سكان المنطقه ولا البلديه اللي تقولوا على انكم رايحين لها، وكذلك كيف تتعاملون مع هذا الانشغالات؟ هذه الانشغالات هي اساسيه، كان هناك بعض الحالات كانت ايام كان عندنا برنامج في بلديه توصلنا حالة استعجال من سكان بعثوا لنا في الموقع يعني للصفحة تاعنا بعثوا لنا هيدا رسالة قالوا لك فوالا عندنا مشكل تم طردنا تريبة يعني تم هدم السكن الاستقلال، هذاك النهار نعاودوا نبدلوا البرنامج. حنا وكاين حالات كما يقول لك لا على عملية الترويج لها،
حنا كي نخرجوا دي فوا ما تصيبينا كي في الحالات ما تبانش بلي انا خرجنا، رحنا للمنطقه السكان عندهم درايه بالهيئات المحليه، الجمعيات نتصلوا بالجمعيه، جمعيه الاحياء مثلا ما نروحش بخرجه رسميه رسميه، نتصل بالجمعيات اولياء مثلا في هذه الحاله كانت هناك اولياء التلاميذ تم الاتصال، كل حالات من قبل نبرمجوا يقول لك هاي هذه النواقص في هذه المنطقه في هذه المنطقه نوجدوهم باش نروحوا نوقفوا على هذه النواقص حقيقه كاينين واش لازمنا نديروا، اش على من تولي هل الاختصاص تاعنا اختصاص مثلا دي فوا يكون مشكل سوء تفاهم ما نقدروا ان نقوموا بعمليه كما يقول لك ربط المواطن، دي فوا يقول لك مواطن انا جاني هذو المنتخبين ما عنديش ثقه فيهم، ما يجينا مباشرة مرحبا به، حنا تاني نستقبلوا المجلس الشعبي الولائي كل ايام الاسبوع المواطنين، وكي كيجيني بانشغالات عام سوا بلدية يقول لي ما رحتش رئيس البلدية، نقول له داكور، ندير له ارسالية نتصل برئيس البلدية تشوفهم مفتحين الابواب تاعهم، بصح كاين هذيك تاع يقول لك وعلاه نروح رئيس بلدية ماهوش حيستقبلني ما فوطيتش عليه، كاين واحد الامور اخرى. ولانه كذلك استسمحك الممارسات السابقة كنا نوقفوا على مسؤولين ما يستقبلوش تماما المواطنين ما يسمعوش لصوت المواطن، ولهذا خلى هذا الامر المواطن اليوم مازال عنده تخوف كاين شكوك في مصداقيه المنتخب طبعاً. لكن طبيعه المنتخب طبيعه الانتخاب الجديد انك اليوم قبل ما رحت للكرسي خرجت درت حمله قنعت الناس، هذا الناس هم صوتوا عليك، انت كي تروح مجلس منتخب ما راكش في مسير منتخب واحد، لازم ثاني المنتخب تكون عنده مفهوم انه يدوا ترافاي دون ان جروب دون يقول لك سيستيم كوليجيال اون جيستيون كوليجيال، كيما انا الحمد لله على مستوى المجلس الشعبي الولائي انا مجموعه تاع 55 عائله انشغالاتك هي انشغالاتي ليس كيما يقول لك كيما يقول لك المشاكل راهي كبيره واللي يدينا هم ناقصين كي كيما يقول لك ما حنا خرجنا الايام الاولى كانت هناك يتعجبوا بعض المواطنين على على مستوى البلديه يقول لك علاه جيتونا جيتونا ايه تمدونا صح يعني ما كنتش في ايام الحمله وعلاه جيتوا حنا ما نجوش في الحمله حنا نجو طول العام لان هذا هو الالتزام تاعنا تاريخ تنصيب المجلس كانت في 20 ديسمبر بعدك الهياكل في 13 جانفي كانت خرجت الميدانيه ما تنحي هذيك تاع اللبس اللي كاين ولا كما يقول لك كاين بروتوكول اجراءات تحب تجي مرحبا راهي البلديه وقلت لك كاين ديفوا كاين بعض الحساسيات يقول لك انا ما نروحش البلديه ما يستقبلونيش ما كانوش يستقبلوني 10 سنوات تشوف باللي البلديه تاعهم فتحين الابواب واذا كان هنالك سوء فهم راهي خدمتنا احنا ثاني كما يقول لك انا نرافق المنتخبين كي باش تكون هنالك عمليه عمل كما يقول لك القاعده لازم تخدم هي اللي كما يقول لك المشاكل ماهيش حتخلص لكن لازم نتعاونوا كان هي انشغالات تتعالج على مستوى البلديه كانت انشغالات تتعالج على مستوانا وهذا الامور اللي لازم الديبين تتفطن ما تشدش الملف عندك اذا ماهوش اختصاصك روح قول هذا كبير عليا ولا هذه الامور فيها عده مشاكل تعاونوني رانا في الخدمه هذا هو الالتزام تاعنا يعني هنا نشوفوا عمل كبير من طرفكم من اجل اعاده كسب ثقه المواطن هو ليس بالامر الهين طبعا هذه لان كي يقدر يقول لك مواطن عندي مشكل كي تتواصل معاه يكون عنده مشكلين اذا تحل تقدر تحلهم له تقدر تحلوا المشكل الثاني اللي ما يفصحلكش عليه والثاني يجي وما يتهنى لان اليوم احنا كما يقول لك انا مسخرين في خدمه مدنيه خدمه المواطنين يعني كي تجندنا تجندنا في هذا الامر كان يقول لك يحبوا المناصب للبريستيج هذا ماشي منصب هذه خدمه عمل انا منتخبي مسؤوليه المسؤوليه راهي كبيره علينا لازم نتعاونوا كامل باش نقوموا بها حتى وجود عناصر شابه سيده نجيبه هذا ثاني يعطي نوع من الثقه للمواطن اللي كان يشوف نفس الاشخاص نفس الوجوه طيله مده جد طويله واليوم يشوف بالعكس هناك تغيير هناك شباب هذا يكسبوا نوع من الثقه وراحه حتى ولو عنده تخوف من التعامل مع جهات رسميه. عندي كاين امور ثاني كما تشوفي رئيس لجنه التربيه والشباب كاين عديد من الشباب حنا واش كاين كما عندنا في 55 عندنا 40 منهم من المنتخبين معنا اقل من 40 سنه. شباب قدروا يقنعوا المواطنين ناشطين عندهم جو عده خبرات هذا هو التكامل وهذا هو اللي يقول لك كل واحد يلانجكت سون اكسبيريونس داخل لو جروب بور ترافايي المواطنين دي فوا توما المجلس هذوما وكاينين عندنا ثاني منتخبين كانوا في العهدات اللي من قبل وراهم اللي عاودوا كسبوا المواطنين باسكو جاو يخدموا المواطن المواطن عاود مد لهم الثقه فيهم وهذه هي اللي مليحه شوف عمليه كما يقول لك التجديد في طريقة التواصل في الأحسن تو سكي تي بيان في العهدة اللي فاتوا عاود كما يقول لك لا تي روبخي في هذه المرة وحنا كمجالس منتخبة وهذه التوصية تاعي كامل البلديات حنا كي جينا اليوم أنا نقبلوا الباسيف ونستدركوا الأخطاء
والنواقص اللي لازمنا اليوم اوني با لا بور جوجي اوني لا بور ترافاي. هذا من جانب اخر، جانب اداري اليوم السلطة العليا في البلاد في العديد من الخطابات نتحدث عن او هناك الخرجات، الحديث عن ادخال الرقمنه الى جميع القطاعات. اليوم انتم ما مدى اهميه توفير وتحقيق ذلك بالنسبه لكم؟ طبعا الرقمنه اساسيه، يكون عندك معطيات انشغالات المواطنين، الخدمات للمواطنين. كي تروح دوك البلد انا الدخول المدرسي على اسبوع كان هنالك الاولياء كلهم ما يدير، انا كي تروح بلديه تشوف طابور كبير تاع مواطنين يروح باش يدير لك ثلاث سندات تروح له اليوم تاعه هو وعامل معناتها ويخلي الاداره هذه الامور. معناتها كي نقولوا الرقمنه وتخفيف العبء على المواطن وعلى العامل، حتكون ثاني هنالك عمل تسيير وتسهيل عمل على مكسلهم كل الادارات. لان اليوم تصيبوا كي يروح له تروح له نهار معناتها ما يروحش العامل، مواطن واحد اخر راح هذيك الاداره باش كما يقول يتحصل على حق او خدمه ما يصيبش شكون اللي يقدمها له. معناتها وهذا الحمد لله هذه الضغط على اساس انها تتم الرقمنه وهي عندها كما يقول لك مرحله طويله على اساسها ونتبعوا فيها لانها اليوم هي الاساسيه كما يقول لك. كي يكون متوفر الجو اللي كما نقول لك الاولياء اليوم ما نديرلوش انا الضغط اسبوع كله يجري باش يسجل ابنه باش يتحصل على السندات، امام البيروقراطيه عده الملفات خففوا في الملفات التسجيل المدرسي، كانت هناك سندات كامل تنحات كما يقول لك نطلب لك الجنسيه على كل مره في كما يقول لك وقت تشوف الضغط نقصوا الضغط على المحاكم. كان هنالك بعض الملفات اللي بك تروح، يعني هذه كم الامور اللي راهي لك الحمد لله معناتها هي اساسيه في تحسين نوعية الخدمة على مستوى الجماعات المحلية. بس قبل الختام خلي لك الكلمة الأخيرة عليك. شكرا، نقول لكم يعطيكم الصحة على الانشغالات، نقدم ثاني نقول للمنتخبين موفقين على مستوى كل الوطن، لأن هذا العمل دخول مدرسي كما يقول لهم دخول العمل إن شاء الله في خدمة المواطنين، لازم تكون على مستوانا حنايا دائما نكون على دراية رانا هنا باش نخدموا المواطن. الأمر الأساسي ثاني نتمنى لوالي ولاية الجزائر اللي حيتنقل إلى ولاية البليدة ويكون إن شاء الله السيد معبد موفق، ونرحبوا بالوالي الجديد مسيو رابحي نقول له مرحبا بك في العاصمه وان شاء الله نخدموا مليح في المواطنين. ان شاء الله بالتوفيق في مهامكم. سيده نجيبه جلالي رئيسه المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمه، اشكرك مجددا على تلبيه الدعوه.